طيب نبدأ كده مع حضرتك، واختيار كرة السلة جه ازاي؟ لأن شعار النادي الأهلي يعني الكابتن أهلاوي صرف، ولكن حضرتك كنت أصلا اسكندراني، يعني دي أنت حقيقة اسكندراني. دي حقيقة. بدأت كرة السلة فين بقى؟ هي آخر حاجة أنا لعبتها هي كرة السلة. أوكي، أنا مش بعد بلعب إيه؟ كرة سلة أصلا، أنا كنت بلعب كرة قدم وبعد كده لعبت تنس طاولة، وكنت مميز في الاتنين. بس يعني الباسكت أنا لعبتها بالصدفة. يعني إيه بالصدفة؟ يعني أنا كنت بلعب تنس طاولة في صالة تنس طاولة في نادي في شبان المسلمين في اسكندرية. تفتحي شبابيك صالة التنس طاولة دي تبص هتلاقي ملعب باسكت، هو كان ده الموقع الجغرافي بتاعنا يعني. ماشي. فكنت بتفرج كتير على الباسكت فحبيت الباسكت، ويعني في اوقات فراغي من التنس طاولة كنت بنزل اجرب، فلقيتها لعبة حلوة. هي لعبة حلوة كرة يعني، ماشي. يعني ومدرب كان بيشوفني تحت يعني فبيقول لي انت جسمك كويس ما تيجي تلعب باسكت وبتاع. قلت له والله انا بلعب بينج بونج يعني فوق، وكنت يعني مصنف على مستوى اسكندرية، كنت بطل في سني يعني. فقال لي طب وايه اللي يمنع ما تلعب ده وده يعني؟ ففعلا قلت له ما فيش مشكله بقيت العب ده وده. هو يعني حس فيا ان انا ممكن ابقى لعيب باسكت كويس، فدخلني مع التمرين بتاعه يوم واثنين وثلاثه وقال لي انت كويس يعني ما تكمل معانا وكده. فدي كانت البدايه بالصدفه، لما لقيت انا اصلا كمان الباسكت لعبه شيقه ممتعه يعني، لما تيجي حتى تتفرج عليها ممتعه. فكره ان الكوره تتحط جوه الباسكت دي بتبقى، وكمان تبقى صعبه مش زي كره القدم يعني، كره القدم قد كده والجون قد كده، انما الباسكت الكوره يوم ما تنشن لازم بالظبط كده. فهي لعبه ممتعه لما تلعبيها كمان هتحسيها اكتر يعني. ف مع الوقت لقيت نفسي ايدي ماشيه وهي جميله وحلوه اللعبه، فقلت اكمل فسبت البينج بونج. ما بس الكوره سبتش جت فين؟ ما سبتش اصلا. ما سبتش لكن بدات اقصر شويه في البينج بونج، ومدرب طبعا بدا يعني يزعل مني ويتضايق ويعمل لي مشاكل ولا انت بتسيب التمرين وبتاع. بقول له لا انا مش انا ده انا تحت هنا عندي. لا. وبعدين كمان كنت زي ما بقول لك انا كنت مصنف يعني، يعني مثلا بجيب كل سنه مع نادي الشبان المسلمين ده على مستوى اسكندريه ميداليه واثنين وثلاثه. فبدات رجلي تتسحب شويه شويه من البينج بونج، فبدا هو يتضايق ويعمل مشاكل لدرجه ان هو بدا يعني ينزل لي ملعب الباسكت ويعمل لي مشكله مع مدرب الباسكت، لحد ما وصلنا لمدير النادي. ومدير النادي عمل لي استدعاء ولي امر، ووالدي جه وقعد في اجتماع كده مع مدير النادي ومدرب الباسكت ومدرب البينج بونج، واللي هو يعني في مشكله عايزين نحلها. فقال لهم انا مش فارق معايا يعني اسلام يلعب ايه، المهم نبقى في النادي. كان حريص يعني والدي ان هو يبقى في النادي يعني. فقال لي خلاص انت دلوقتي المدير النادي بيقول لي انت كرة في ملعبك يعني، انت اختار بقى اللعبه اللي تلعبها. قلت له هو في مانع ان انا العب الاثنين مع بعض يعني؟ قالوا لي لا ما فيش مانع يعني، كاتحاد لعبه مثلا ان انا لا ما فيش مانع. قلت لهم خلاص انا هلعب الاثنين. فطبعا اللي كان مبسوط اكتر مدرب الباسكت لانه يعني شبه انتصر في ال ان انت ما رضيتش تسيب. لا مش هسيبه. وبعدين التاني اتضايق ليه بتاع البينج بونج؟ لان انا كنت زي ما بقول لك بطل، فعشان ابعد بقى من الموضوع ده. ف وقت التاني بدا يعمل لي مشاكل زياده. قلت له بقول لك انا مش عايز العب بينج بونج خلاص، انا تنس طاوله دي مش هلعبها. ده في سن كام ده؟